التمرين شيء أساسي برمضان، بس المهم تعرفوا تختاروا التوقيت المظبوط. ما تعملوا نفس غلطة عماد، تتمرنوا تمرين فيه مجهود عالي انتوا صايمين، عشان هذا الشيء ممكن يعرضكم للإصابة، تشعروا بالدوخة، وفي احتمال كبير انه يغمى عليكم. التمرين يلي بتقدروا تعملوه وقت الصيام لازم يكون منخفض الشدة مثل المشي العادي. بعد الفطور بساعتين هو أنسب وقت فيكن تتمرنوا فيه تمارين مقاومة أو كارديو، نفس الوقت فيكن تتابعوا مسلسلكن المفضل انتو عم تكملوا تمرين. في حال ما لحقتوا تتمرنوا بعد الفطور قبل موعد السحور بساعة أو ساعة ونص، فيكن تقوموا من النوم تعملوا تمارين منزلية وبعدين تاكلوا سحوركن على مهلكن. وما تهملوا صلاتكن لأنها بتتضمن أكثر من حركة جسدية، فهي بتساعد على تحسين استقامة الظهر وتمدد عضلات الجسم. استغلوا هذا الشهر الفضيل حتى تغيروا عاداتكن، تحسنوا صحتكن وشكل جسمكن من خلال ممارسة الرياضة.